مرحبا، نهاركم. هذه نشرة الظهيرة من LBCI، نبدأها بأبرز العناوين. قضية ليس يسار المخداد يستمر في أعمال البناء. مصعب يكرر التأكيد، الامتحانات ستحصل ولو بطريقة غير مسبوقة. وجبران باستيل، استقرار لبنان بخطر نتيجة الأزمة السورية. أهلا بكم. انتهت منذ قليل مهلة 24 ساعة التي أعطاها مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم لاتخاذ قرار مناسب بشأن العقار 61 في ليسا. وبانتظار قرار القاضي أصر صاحب الملك على متابعة أعمال البناء. وللمزيد من التفاصيل معنا من ليسا الزميلة ندى أندراوس عزيز لتضعنا في آخر التطورات. ندى، كيف يبدو المشهد حاليا في ليسا؟ يعني ريمي، يبدو أن المهلة، مهلة الـ 24 ساعة، انتهت، ويبدو أن هناك قرار ما صدر عن مدعي عام جبل لبنان كلود كرم. الإشارة الأولى التي بدأت يعني نهراها على الأرض هي بقدوم قوى الأمن الداخلي، عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى الورشة، حيث ابن لاسا يسار المقداد يستمر في أعمال البناء. أخرجوا العمال من الورشة. الآن هناك قوة من قوى الأمن الداخلي موجودة في المكان، ولكن يعني لم نبلغ رسميا او علنا بما هي الخطوات التاليه او الاجراءات. مع العلم ان هنا يعني عدد من قوى الامن الداخلي وعدد من الاهالي، ويسار المقداد موجود الى جانبنا. يسار، كنت انت قلت لنا انه في قرار هالتريس انتهى موعده الساعه 2، تبلغت شيء بقرار الهدم لانه اخرجوا العمال من الورشه؟ انا شخصيا ما تبلغت بشيء، وبتمنى على القاضي انه ينصف، ونحن ما بنتامل من القضاء اللبناني الا الانصاف، وما بنعرف القضاء الا منصف. طيب وشو ناويين تعملوا يعني اذا في قرار قضائي والمطرانيه تستند الى وثائقها كما انتم تستندون الى وثائقكم، وليه ما بتنطروا تنتهي اعمال المساحه مثلا تما تكون انت تكلفت على الفاضي وفت بمشكل مع المطرانيه؟ انا المشكل مع المطرانيه مش انا بدي اياه، هن جايبينه، انا ما عندي مشكل معهم. هن عم يدعوا انه هذا العقار 61، يثبتوا هيدا الشيء. الي 3 سنين بقول لهم اثبتوا انه هذا العقار 61. انا ماني بالعقار بال 61. شو معك اللي بيثبت انه منك بالعقار 61؟ ما حجج وخرايط، وعشو انا صدرت الرخصه؟ بنضلنا نعيد الحكي، يعني بدنا نضلنا نقول جبنا رخصه وعملنا رخصه، مش مضطرين. طب يروحوا يطلعوا هن على رايي ويشوفوا انا بالعقار 61 ولا برا. ليه ما بدهم يطلعوا؟ ما بدهم يطلعوا بس لانه هن فرضا يسار عنا بدنا نهد له ورشته، ما بصير. هي المشكله اذا بدك تشرح للراي العام، مش اول مره بيصير في اعتداء على اراضي الكنيسه بليسا او خلاف او عدم اظهار حدود. ولا مره صار في اعتداء انا بما اعرف على ارض الكنيسه، واذا كان في غلط من هون في غلط من هونيك كمان. مثل ما الاهالي بمكان ما حدا معتدى على الاراضي، بعتقد انا بمكان ما في الكنيسه عم تعتدي، انا عم تعتدي علي الكنيسه. طب هلا اذا قوى الامن بدها تهدم شو راح تعملوا؟ بموت انا واولادي تحت السقف. انا واولادي تحت السقف. أهل الضيعة مش بس ولادي. كلنا معه. اهل الضيعة كلنا. على كل حال نحن راح نتابع طبعا ريمي شو عم بيصير يعني هون بليسا، اذا القوى الأمنية عندها إشارة بالهدم وفقا لقرار القاضي أو المدعي عام كلود كرم. كان في بيان صدر عن المطرانية أمانة سر أبرشية البطريركية المارونية بمنطقة جوني، تؤكد فيه بختامه أنه الأستاذ ياسر المقداد يعني أخذ يسار المقداد هو حصل على علم وخبر من مختار ليس محمود المقداد، وهذا العلم والخبر لا يرتكز إلى أي أساس قانوني باعتباره مزور، ذلك أنه يمنع قانونا على المختار إصدار أي علم وخبر على عقارات ممسوحة أصلا. وتشير المطرانية إلى هي عاملة مسح اختياري وفي مسح إجباري، انتهت المرحلة الأولى منا ويفترض أن تكون هناك مرحلة نهائية تانية، ولكن يبدو أنه هذه المرحلة يعني لا تنفذ حتى الآن. على كل حال نحن رح نكون معكم بكل التفاصيل ما يجري هلأ بليسا، طبعا بانتظار أن نرى كيف ستنتهي الأمور هنا. الزميلة ندى أندراوس عزيز من ليسا، شكرا لك. تربويا، كرر وزير التربية والتعليم العالي الياس مصعب دعوته إلى الطلاب لأن يكونوا مستعدين لأن الامتحانات الرسمية في موعدها وستنطلق يوم الثلاثاء المقبل. أنا هيدا الشيء قلته برجع بقوله، على الأكيد نهار الخميس لازم يكونوا جاهزين لامتحانات. هالامتحانات بدها تصير، ممكن تكون بطريقة مثل ما عبرت عنها قبل وقلت طريقة غير متعارف عنها أو غير مسبوقة. هيدا الموضوع ما بيعني انه امتحانات لا
هي بطريقه العسكر ولا الجيش اللي راح يدخل او القوى الامنيه ويراقبوا الامتحانات مثل ما البعض عم بيروج. وكل شخص بيقدر او عنده القدره انه يراقب امتحان بيقدر يراقب امتحان، ما مطلوب منه لا اما يفسر درس ولا مطلوب منه يساعد بحلول الامتحانات. موضوع مراقبة الامتحانات ما في أسهل منه وما في أبسط منه. كل شخص واعي ومثقف فيك تحطه ليساعد بمراقبة امتحانات. في المقابل هيئة التنسيق النقابية تنتظر ما سيحصل في جلسة الثلاثاء المقبل، وبالانتظار معنا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ عبر الهاتف. أستاذ نعمة، يعني ماذا تتوقعون من جلسة الثلاثاء، وهل برأيك وزارة التربية جاهزة لإجراء الامتحانات في موعدها الخميس المقبل؟ يعني نأمل من معالي وزير التربية يكفي ببرمته على الكتل السياسية ويلاقوا حل لموضوع السلسلة يوم الثلاثاء، لأنه هذا هو السبيل الوحيد لإجراء الامتحانات يوم الخميس. منه صحيح أنه الامتحانات مما كان في رائب فيها، وأنه المراقبة ما في أسهل منها. الامتحانات عمل تربوي مش عمل تقني، الامتحانات مش مراقبة، المسابقة مش نسحبها بس من بنك الأسئلة. أنا عدو لجني فحصة المسابقة بس نخدها من بنك الأسئلة، بنقعد 4-5 ساعات نبحث فيها لنغير بسؤال ونشيل سؤال ونحط سؤال ونغير برامج ونزيد نص علامة ونحط نص علامة. العمل التربوي عمل تربوي مش عمل تقني. الامتحانات مش مراقبة، الامتحانات معقدة أكتر من هيك، ما حدا قادر يعمل امتحانات غير المعلمين. نعمل من معالي وزير التربية انه يروح يقر السلسلة ويعمل امتحانات، اما نروح على الامتحانات يوم الخميس بدون سلسلة يوم الثلاثاء، انا رايي حندعس دعسه ناقصه وحنضرب بسمات بنعش الامتحانات، لانه حتصير امتحانات منو بمستوى مطلوب، منو شهاده هذه، من هذه الشهاده اللبنانيه؟ لما يمرض بنجيب له طبيب، ما بنجيب له محامي، واللي عنده دعوه قانونيه بنجيب له محامي، ما بنجيب له طبيب. وهيك الامتحانات بيشرفوا عليها المعلمين المختصين، اللجان الفحصة، في لجان فحصة محددة هي بتحط الأسئلة، ما مين ما كان بيعمل الامتحانات. نأمل من معالي يضل يشتغل على الكتل السياسية، ونروح يوم الثلاثاء على مجلس النيابة نلاقي حل موضوع السلسلة، ونحن وياه نروح على الامتحانات يوم الخميس. غير هيك أنا برأيي بيكون عم يخطي خطوة ناقصة باتجاه الامتحانات يوم الخميس، وبيكون عم يساهم بضرب الشهادة اللبنانية. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ، شكرا لك. التعاون بين إيطاليا ولبنان على المستويات كافة، الذي بدءا من تسليح الجيش اللبناني إلى التعاون الاقتصادي وصولا إلى مشكلة النازحين السوريين، حضر في المؤتمر الصحفي المشترك واللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيرته الإيطالية. باسيل رأى أن استقرار لبنان معرض للخطر نتيجة الأزمة السورية وتدفق النازحين إليه. التعاون مع إيطاليا متعددة، لا سيما دعم القوات ضد الإرهاب ومن أجل الحفاظ على السلام في لبنان. نحن نرى في هذا الحوار الاستراتيجي فرصة لكي يعبر شركاؤنا عن تمسكهم بالاستقرار في لبنان. والإعلانات السياسية مهمة وضرورية، لكنها يجب أن تترجم عمليا من أجل أن تقدم لقواتنا المسلحة السبل الضرورية والملموسة لكي تضمن على الأرض هذا الاستقرار، ولمواجهة العناصر التي تدعو إلى الاضطراب على الصعيد المحلي والخارجي، سواء بسبب الدولة الإسرائيلية وموقفها أو المجموعات الإرهابية مثل تلك التي تتسلل من سوريا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأسرة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل دعم القوات المسلحة اللبنانية. ونحن نعرف تماما في إيطاليا، ويخال لي أن الوضع سيان في كافة الدول، وهو أنه لابد من دعم الجيش اللبناني، أولا كمؤسسة وحدوية للبلد، ثانيا كأداة للاستقرار والأمن في بلد يشهد وضع صراع عند الحدود.
أمنيا أقدم 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة من نوع جراند شيروكي لون فضي ليلة أمس على خطف محمد سعيد إبراهيم محمود مواليد العام 1982 مصري الجنسية على طريق حشبي قضاء بعلبك، فيما كان عائدا إلى منزله برفقة زوجته والكائن في بلدة شمسطار، وذلك على متن سيارة من نوع ميتسوبيتشي لون أبيض عائدة له، حيث أنزل من السيارة بقوة السلاح واقتيد إلى جهة مجهولة. يذكر أن محمود لديه مزارع وهو تاجر مواشي. إلى سوريا، وفي موقف يعتبر الاعتراف الأول من واشنطن بتقديم مساعدات فتاكة إلى المعارضة السورية، أعلنت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس في حديث إلى شبكة CNN أن الولايات المتحدة قدمت دعما فتاكا وغير فتاك للمعارضة السورية المسلحة. وفي سياق دفاعها عن السياسة الخارجية للرئيس أوباما، قالت رايس إن بلادها كثفت من دعمها للمعارضة المعتدلة. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل، مايكل حداد يتحدى الإعاقة وصخرة الروشي. أهلا بكم من جديد. مريم عوقبت بسبب اعتناقها المسيحية، وجمعية فيميل تحركت في لبنان مطالبة الحكومة السودانية بالعودة عن قرار. مريم يحيى إبراهيم إسحاق سيدة سودانية عوقبت فقط لأنها قررت أن تعيش حياتها كما تتمنى، فاعتنقت المسيحية وتزوجت بالرجل الذي أحبته، لكن القضاء السوداني حكم عليها بالإعدام شنقا وبالسجن مع طفليها. رفضا للظلم الذي تتعرض له مريم، تحركت في لبنان جمعية فيميل مطالبة الحكومة السودانية بالعودة عن قرارها. بيقولوا انه حيعدموها بعد سنتين لانه عندها طفل، يعني بدهم ترضع الطفل لسنتين ويعدموها، لانها هي في حاجه اسمها حريه الاديان، حريه العقيده، وموجوده بالدستور في السودان انه اي حدا للحريه اختار. وحادثة مريم مثل ما ذكرت صحيح بوجه مختلف، بس عم بتصير بلبنان كل يوم. يعني من يومين الصبية اللي قتلت على يد بيها بعكار نفذ حكم الإعدام عليها هو من تلقاء نفسه بأربع رصاصات، كمان على سبب حرية اختيارها لأنه قررت تروح مع خطيبة. فنفس الحالة بس غير وجه من الإعدام إذا فينا نسميه. وفي الاعتصام أيضا وقف خلف الكاميرات صحفي من أصل سوداني مازن، الذي جاء ليغطي الوقفة الاحتجاجية لم يخش انتقاد حكومته. Feel heartbroken to see it because I know that the people in Sudan they don't agree with this, but as a whole the regime is really going against the feeling of the people of Sudan. في السفارة السودانية لم يكن هناك من موظفين ليستمعوا للمعتصمين، لكن أصداء شجب الظلم بحق مريم انتشرت في مناطق عدة من العالم، فإلى متى تصم السلطات السودانية أذانها؟ النفايات والحيوانات النافقة تنتشر على طرقات قبلياس والأهالي يعترضون. نفايات وبقايا حيوانات وردميات تجتاح هذا الطريق الفرعي الذي يعرف بالشبرقية الفاصل عقاريا بين بلدتي قبلياس وتعنايل، والأهم أن هذا المشهد الذي تفوح منه الروائح الكريهة مواجه لمحمية طبيعية وبحيرة في تعنايل يقصدها الطلاب وأبناء البقاع. أهالي قبلياس يتهمون عابري هذه الطريق برمي النفايات والحيوانات النافقة، ولكن ما رأي بلدية قبلياس التي يقع المكب عند نهاية حدودها؟ من هون ما عندي سيارات زبيلة بتمرق، لأنه ما عندي خدمة إلا، لأنه حتى سكن ما عندي، لا سكن ولا تجارة. هاي طريق فعليا آخر الحدود، حدنا تعنايل جديدة. هلأ في زبالة، مزبوط في زبالة، ونحن رح اليوم نشيلهم، بس شلناهم اليوم عبكرة شو بيمنع أن تيجي العالم تكب؟ هاي زبالة عم الناس عم يزتوها عشوائي، اللي معه سيارة عم يجي من المرج من مكسي سيارته بيجي بالزبالة من الضيعة بيزتها على الطريق، ما في رقابة عليها. حمل للبلديات القريبة على محيط الطريق هيدا. قبلياس تعتبر أن المكب يقع عند نهاية حدودها، وفي المقابل يعتبر عدد من أهالي التعنايل وبحسب معلومات للـ LBCI أن سبب تواجد النفايات بهذه الكمية وبشكل مستمر ولا سيما أمام محميتهم هو بمثابة عقاب لقبول تعنايل الضم إلى نطاق بلدية زحلة بدلا من قبلياس بناء على قرار مجلس الوزراء. وفي وقت يتم تقاذف المسؤولية تدفع الطبيعة والمحمية ثمن الإهمال. مايكل حداد يتحدى الإعاقة وهو يستعد لتسلق صخرة الروشة. أنا مايكل حداد عمري 33 سنة، هالجسم
اللي شايفينه قدامكم 75% منه ما عندي السيطرة عليه. صخرة الروشة ارتفاعها أكثر من 40 متر وبرعاية قائد الجيش اللي أكثر من 3 أشهر بتمرن مع فوج المغاوير تأتسلقها وسجل أول رقم قياسي بالعالم من هذا النوع. هالرقم القياسي رح سجله باسم لبنان. ومن بعد الأرزة اخترت الروشة لأن صورة بتوحد اللبنانيين. والأحد 8 غزيران هو اليوم العالمي للمحيطات. اخترت هالنهار تنقول سوا إنه كل واحد منا في يكون غفير والطلب بسيط، خلوا الشط والبحر نظيف. ناطركن الأحد الساعة 10 على الروشة تنرفع سوا اسم لبنان. كل التوفيق لمايكل حداد. وتابعوا بعد الفاصل. داعش يأخذ رهائن والأمن العراقي يبدأ بتحريرهم. في أخبارنا العربية والدولية، بعدما اقتحم مسلحون من الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش حرم جامعة الأنبار وسط مدينة الرمادي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، واحتجزوا 2500 رهينة من الطلاب والأساتذة. بدأت قوات النخبة العراقية عمليات تحرير الطلاب الرهائن بمساندة قوات الجيش والشرطة ودخلت إلى داخل الحرم الجامعي. وفيما تدور اشتباكات عنيفة داخل الحرم بين قوات النخبة والمسلحين الذين يبلغ عددهم بين 30 إلى 40 مسلحا ويرتدي معظمهم أحزمة ناسفة، تمكن نحو 1000 من الطلبة الذين كانوا يتواجدون في الفناء الخلفي والقسم الداخلي بمساعدة قوات الأمن من فتح ثغرة في الجدار والفرار إلى منطقة آمنة، فيما لا يزال عدد كبير منهم محتجز داخل الحرم الجامعي تحت سيطرة المسلحين. أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في خطاب ألقاه أثناء حفلة تنصيبه في البرلمان، أعلن أنه سيحافظ على وحدة البلاد التي يشهد شرقها حركة انفصالية موالية لروسيا، رافضا أي تسوية مع موسكو حول التوجه الأوروبي لبلاده. وعندما أكد بوروشينكو أن القرم كانت وستبقى أوكرانية، لقي تصفيقا حادا من رؤساء الدول والحكومات الأجانب الذين يحضرون حفلة تنصيب في البرلمان. هذا وتوجه إلى سكان منطقة دونباس الصناعية الموالية لروسيا والتي يسيطر على القسم الأكبر منها الانفصاليون، والتي يريد زيارتها سريعا واعدا إياهم بإجراء لا مركزية للحكم وضمان حرية استخدام اللغة الروسية. أبواب الفاتيكان تفتح لصدى الأذان، ترافقها قراءة مقاطع من الإنجيل وفقرات من التوراة. سعيا منه إلى إحياء حلم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يفتح البابا فرانسيس أبواب الفاتيكان الأحد لبادرة أولى من نوعها في التاريخ، حيث سيتردد في أرجائه صدى آذان وتلاوات من القرآن الكريم، ترافقها في الوقت نفسه صلاة مسيحية مع قراءة مقاطع من الإنجيل المقدس ومثلها يهودية وقراءة فقرات من التوراة. البادرة أطلقها البابا في رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة، داعيا وقت الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي شيمون بيريز إلى الصلاة في حاضرة الفاتيكان من أجل السلام، مع التأكيد أن الدعوة ليست وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل مجرد صلاة يعود بعدها كل طرف إلى بلاده، على حد ما شرح للصحفيين الذين رافقوه على متن طائرة العودة إلى الفاتيكان. وإلى الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي سيحضر الصلاة بطريرك القسطنطينية وحاخامون وأئمة، فيما يرجح أن تقام الصلوات في إحدى حدائق حاضرة الفاتيكان أو حتى داخل السكن الشخصي للبابا نفسه. أما الموعد فيرجح أن يكون بعد ظهر الأحد أو مساء، بما أن أبو مازن سيكون قبل الظهر في القاهرة لحضور مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. صحيح أن البادرة لا تعني التوصل إلى اتفاق سلام يوم الاثنين، لكن الصحيح أيضا أن للأديان السماوية الثلاث جذورا مشتركة، وعليها بحسب وجهة نظر البابا الاتفاق من أجل السلام على أرض مقدسة بالنسبة إليها جميعا. ومن هنا ربما حرص قداسته على الصلاة أمام حائط الفصل العنصري والصلاة من أجل السلام أمام حائط المفكة ومعانقته حاخاما وفقيها مسلما. نشرتنا انتهت، شكرا وإلى اللقاء.